لكن الجنود يعملون بقوه وباصرار وبمشاركه سلاح البر والجو والهندسه هذه الاله لا يمكن ان توقف هذه قوات شرسه وجنودها يملكون اصرارا كبيرا انا متاكد بانهم سيحققون اهدافهم أما بالنسبة لمخربي حماس فأقول لهم هناك إمكانيتان إما الموت وإما أن يستسلموا وهذا صحيح بالنسبة للمخرب في أدنى السلم وإلى قادتهم سوف ننفذ مهماتنا ونفعل هذا لننهي وجود هذا التنظيم الارهابي ومن اجل اعاده المخطوفين الينا ومن بينهم اطفال ونساء وكبار السن ومجموعات كبيره من المخطوفين من كل الاجيال بودي أن ألفت نظركم إلى أننا موجودون في حرب متعددة الجبهات في غزة، وهناك هجوم من البر والبحر، ولكننا نحن الآن في مكان الدفاع في الجبهة الشمالية وهناك سلاح الجو موجود وحاضر للاستجابة ضد أي تهديد سيدفع حزب الله ثمنه باهظاً إذا جرنا أحدهم إلى هذا الواقع فسوف يدفع ثمناً باهظاً جداً وكذلك في الساحة السورية ويهودا وسامرة. الأمر أنهم يريدون إخراج اليهود من يهودا والسامرة وما وصلنا من سوريا فانهم تلقوا ردا كاملا وسوف نستمر في جهودنا في كل الجبهات حتى نحقق الانتصار في الجنوب بودي ان اقول لكم انني في الامس التقيت العشرات من عائلات المخطوفين واستمعت اليهم وبالم الى قصصهم المؤثره عائلات اهالي واخوه واخوات والقلق على سلامتهم ومحاوله الوصول الى كل واحد منهم باي طريقه ففي كل قرار وفي كل مصادقه على اي عمل انا اضع هذا نصب عيني وارى ما يحدث في ساحه الحرب وما يحدث في قطاع غزه هذه الحرب لن تكون قصيره لن تكون حربا سهله ولكننا مصرون على الانتصار من أجل أولئك الذين ضحوا بأنفسهم ولقوا قتلا فظيعا سنفعل هذا من أجل المخطوفين ونحن مسرون على التغلب على الإرهابيين إرهابي حماس إنها حرب على بيتنا وسننتصر شكرا <applause> שחמאס פועל רק תחת לחץ, ולכן כאשר אישרתי וקידמתי את הרעיון במשותף עם צה"ל, שב"כ ומוסד בכל הקשור למערכה ולנושא השבויים והנעדרים ו... إذن, لوزير الدفاع الاسرائيلي اف جالانت الذي اكد ان اسرائيل ماضيه في حربها في غزه قال سننفذ مهمتنا القضاء على حماس وإعادة المخطوفين قال إن أي طرف سيجر إسرائيل إلى حرب سواء حزب الله في جنوب لبنان أو كذلك في سوريا أو في الضفة الغربية فإنه سيدفع ثمنا كما قال يوف جالانت وقال كذلك بأن هذه الحرب لن تكون قصيرة ولن تكون حربا سهلة كذلك بالنسبة للجيش الإسرائيلي